نجم يلعبوا بخاطر راه شوف تحط روحك في بلاصه اللاعب، لاعب ذهنيا كده مش حاضر، راه عندك مشكله كبيره مهما تكون الامكانيات نتاعو. لاعب عنده من جانب من الجمعيه اخرى عنده 3 شهور ولا 4 شهور ما لعبش لقاء رسمي، دونك يحب له وقت، معناتها ما كان زاد فما لقاءات وديه باش نجم نكون موجودين. دخلنا في البطوله ضيعنا لقاء صحيح غير حاجه ان شاء الله ما نبوش عليها قبل، معناتها القدام اما باذن الله نعوضوها، هذوما حاجات انا متاكد الفريق ينجم يعوض النقاط اللي ضاعت منه. علاش نحن في معناتها التغييرات نتاع الشوط الثاني كانوا عندنا باربع مهاجمين صريحين، ودخلنا زوز مهاجمين وخرجنا مدافع وسط ميدان، معناتها حتى التغييرات نفسها كانت هجوميه. فهمت دونك هذايا معناتها العكس، كنا في الشوط الثاني كنا احسن، اعطينا اكثر الصبغه الهجوميه والدافع الهجومي للفريق. بقينا كما قلت معناتها المباراه التكتيكيه، معناتها ما نحترم الفريق اللي لعبنا ضده، الفريق الفيس فريق ممتاز وعنده امكانيات كبيره، دونك معناتها هذاك هو كرة القدم تلعب تحاول باش تفوز، ما فوزتش كالعاده، معناتها على الاقل جبنا نقطه من خارج فيس، هذه من ناحيه، مع زاد ما نساوش عملنا تقريبا 700 قداش من كيلومتر جينا، هذا زاد سؤال يطرح نفسه، ولعبنا بلا جمهور. فهمت هذا ما يخرج خارج نطاق اللعبه، معناتها نحن جينا شفنا حراره كبيره بصراحه، قلقت اللاعبين كل زوز كرام معناتها تقلقوا، كانت نجم تكون اصابات، صارت اصابات زاده، فهمت صارت اصابه معناتها يعني نحن كنا باش خسرنا تغيير. اما كما قلت وصرحت ونعاود كل مره اخرى اللي الفريق معناتها راه باذن الله يعوضهم النقاط اللي ضاعوا، على خاطر الماكينه تبدا تدور، معناتها الفرق الكل تقريبا بدات على فكره نحن ما نرجعوش للماضي، دونك الفريق يبدا يدور ويبدا يشد الريتم نتاع لي ماتش، باذن الله تكون النتائج احسن. عفاكم اخر سؤال، قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساش شاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.